السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. عودا حميدا إلى سورة البقرة، سنام القرآن، والتي سنستكمل مع آياتها برنامج تعليم تلاوة القرآن الكريم وتجويده. نرجو من السادة الأفاضل، رقم واحد يغيروا الاسم من فوق، غير الاسم بدل جست كده، غير الاسم من خلال المستطيل الواقع بين كلمة تشينج ديسبلاي نيم وكلمة اوكي في المستطيل الأبيض، غير الاسم. طيب، اللي ما غيرش اسمه لسه في جست، غير اسمه. الأمر الثاني، احنا درسنا التجويد على ما يقرب من 17 حلقة، درسنا تقريبا يعني الأمور الأساسية في أحكام التجويد، دراسة نظرية، والآن الزملاء اللي بيسألوا هي دي المحاضرة كام، وفي دروس تجويد وبدأت تنتهي. طيب، هل مش احنا خلصنا الدراسة النظرية للتجويد لأساسيات التجويد، والآن نطبق هذه الدراسة على سورة البقرة، نطبق أحكام التجويد على سورة البقرة. منهجنا خلال سورة البقرة نقرأ، كل واحد من الزملاء الموجودين بيقرأ ما تيسر، نصف وجه أو وجه على حسب العدد الموجود، وبنستمع لتلاوة بعض المشايخ من خلال برنامج بنعرضه على الشاشة، ونتدارس أحكام التجويد، نراجع أحكام التجويد، الأمور اللي احنا درسناها نظري نطبقها على الآيات. وفي مصحف على الشير على الشاشة بنظهره، مصحف تجويد يبين الأحكام الخاصة بالتجويد. ده في البداية، فإحنا هنبدأ نستكمل سورة البقرة. وقفنا المرة السابقة، لو حد يذكرنا، حد فاكر وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ طيب، خلينا نبدأ من الآية 30 إلى الآية 37، صفحة 6. من الآية 30 إلى الآية 37 احنا نتدارس الوجه رقم 6، صفحة 6 في سورة البقرة. وقفنا عند 29، هنبدأ من 30، مظبوط كده، هنبدأ الصفحة 6 اللي هي آية 30 إلى نهاية الصفحة آية 37. هقرأ الوجه والزملاء يتفاعلوا معايا، معلش نريد أن نستمع إلى قراءة الزملاء الموجودين ونصحح التلاوة مع بعضنا. فأنا بعد ما أقرأ، الزميل اللي عنده استعداد وعنده مايك يتفضل يكتب رقم واحد، يطلب المايك وبنديله المايك يقرأ الوجه أو نصف الوجه على حسب الوقت ومستوى القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. الزملاء اللي الصوت بيقطع عندهم يا ريت يعملوا ريفريش او يخرجوا يدخلوا تاني، فلو في حد الصوت بيقطع عنده يكتب اتنين. معلش في حد الصوت بيقطع عنده. طيب الصوت كويس، اذا اللي الصوت بيقطع عنده من الزملاء الموجودين من السادة الحضور يخرج ويرجع ويدخل تاني أو يعمل ريفريش الصفحة. طيب ممكن تبقى مشكلة نت. طيب اللي عنده استعداد يقرأ يا جماعة يتفضل. اللي عنده استعداد يتفضل يكتب واحد. اللي عنده استعداد يقرأ يتفضل يكتب واحد. وعايزين كل الرجال الحاضرين معنا يشاركوا في القراءة. أستاذ حسام، طيب ماشي يا أستاذ حسام، حاضر، ثواني ويكون عندك المايك، اتفضل يا أستاذ حسام.
اتفضل معاك المايك يا استاذ حسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصلي ونقدس لك. قال إنك تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم الحكيم. قال آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أزوجك وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا وأحسنت وبارك الله فيك يا أستاذ حسام. قراءة طيبة بسم الله ما شاء الله. وإن كان من ملاحظات فبعض التعليقات البسيطة، لكن قبل الملاحظات يا ريت انا الاستاذ الحضور بلاش يترك الشات اثناء القراءه. انا شايف الزملاء بيدوروا على شهادات وكيفيه الحصول وليها شهاده ولا منهاش. يعني انا افضل حتى الدوره اللي احنا حاضرينها مع بعض ما تهتمش بالشهاده فيها اكثر ما تهتم بان ده عمل، يعني عمل ليك انت في الدنيا وفي الاخره قبل ما يكون شهاده. انا مش عامل شهاده بالشهاده حاجه لو انا بقول بأتقن تلاوة القرآن أو بأتقن تجويد القرآن أو بأتقن أحكام التلاوة، لأن بالعكس أنت إذا تعلمته هتعلمه عشان تعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أنت بالدرجة الأولى بتتعلم عشان تنال هذه الخيرية، سواء تتعلم أو تعلم. فالزملاء يعني كملحوظة عامة
ما تهتم يعني ما تشغلش نفسك بالشات والكتابة أثناء القراءة وأثناء التلاوة وأثناء ماشي يا أستاذ أحمد، تفضل اسألنا. أكيد مش مهمة الشهادة، بس أنا استغربت كل شوية دعم أحط الإمكان. طيب ما هو أي، أنت بتتكلم بأي صفة تقصد يعني؟ أو بأنه صفة، أو أنت بتقول بأنه صفة؟ نعم كلمة الشهادة ولا إيه؟ يعني أنت تقصد بين حاجتين، يعني إذا كنت بتتكلم عن المحاضر احنا قلنا ان الموضوع تطوع، يعني كل القائمين على هذا الموقع متطوعين. هذا التطوع اللي بيتطوع بيجد في نفسه انه يقدر يعني باذن الله يقوم بهذا العمل، ولا يستطيع، او ما فيش حد هيقول ان انا هقوم بهذا العمل الا اذا كان حصل على شهادة او اجيز من المشايخ، وهذه امانة. لا انت بتقول طيب ماشي، هذا بالنسبة يعني بالنسبة لي خلاص. طيب بالنسبة للسادة الحضور، يعني الشهادة لا يعني عليكم الشهادة، تتضمن ايه الشهادة؟ الشهادة او الاجازة اللي بياخدها طالب، الاجازة اللي بياخدها طالب القرآن او طالب اجازة القرآن لازم يقرأ ختمة كاملة على شيخ. احنا بنضع يعني السادة الحضور بنضع أقدامهم على بداية الطريق لتعليم التجويد وتلاوة القرآن الكريم، ويبدأ يحفظ. يعني احنا مش يعني انا اصدقكم الكل ان احنا ما مش هندي شهادة في الكورس دوت، لان له كورس مش هنقدر نكمله على النت زي اي برنامج اخر او اي فرع من فروع العلم، لأن القرآن يعني كتاب عمره زي ما بيقولوا، مش هنقدر في حلقات أو مجموعة حلقات على النت إن احنا ندي بيه شهادة إن احنا أنت قرأت القرآن أو حضرت دورة القرآن وكذا، إلا إذا كان القائمين بيسجلوا الأسماء، القائمين على الموقع جزاهم الله خيرا بيسجلوا الأسماء ويدوك شهادة إنك حضرت، أو لكل الحاضرين والحاضرات يدوهم شهادة إنهم حضروا هذه الدورة، استفادوا منها، استمعوا إلى التجويد، يعني حضروا محاضرات أحكام التجويد. ممكن تبقى شهادة يعني ايه شرفية. لكن اذا انت عايز تقرأ القرآن بطريقة صحيحة وعايز تتلقاه وعايز تعلمه وتتعلمه وتحفظ، لازم الارتباط بشيخ. انما انا شايف ان فائدة هذه الحلقات اللي احنا بنعملها ان نضع اقدامنا على بداية الطريق، وهذا الطريق يعني ليس له نهاية، نهايته يعني ايه بلقاء الله سبحانه وتعالى. تظل تقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتراجع القرآن حتى تلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الايه على هذا الحال. ده بالنسبه للزملاء اللي كانوا بيسالوا عن الشهاده في الكورس دوت. خلاص وضحت الامور عشان ما ناخدش الموضوع ده كتير. فما تشغلوش بالكم بموضوع الشهاده في الكورس بتاعنا، انما نهتم، ربنا يبارك فيك، نهتم بان احنا نركز يعني نقدر نلملم الاخوه اللي حضروا معانا بيحضروا معانا جديد، نلملم الموضوعات اللي فاتت في اثناء الصفحات بتاع القران الكريم، في اثناء ما بنطبقها في موقع فيه على صفحه الاكاديميه تقدر تشوف المحاضرات مسجله من الاول لو انت عايز تسمعها، ربما تساعدك في تدارك ما فات. فالزميل اللي عنده استعداد يقرا يكتب لنا واحد. النقطة الثانية، أنا رحنا في الكلام بالنسبة للأستاذ حسام، القراءة في الملحوظات، خلينا ننبه على الملحوظات. أنت أول ما بدأت تقول وإذ قال، وإذ طبعا الذال ليست من حروف القلقلة، حروف القلقلة التي تقلقل عندما تسكن هي خمسة حروف مجموعة في قول العلماء قطب جد، ليس منها الذال، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه حروف القلقلة. فإذا قرأت وإذ تقول وإذ قال، لا تقلقلها، ما تقولش وإذا قال، لا وإذ قال.
ماشي كده. طيب برضه بالنسبة الباء من الحروف المرققة، فلما تقول بعضكم لباء، لبعض عدو، وليست لبعض، لبعض عدو، لأن كثير إيه بيختلط عليه الأمر ويفخمها فيقول لبعض عدو، لا هي لبعض عدو، لبعض عدو. طبعا حروف التفخيم او الحروف المفخمه هي مجموعه في سبعه احرف، مجموعه في قالب خص ضغط قر، فالعين مش منها، العين ليست من حروف التفخيم، فالعين رقيقه والباء رقيقه، الضاد فقط هي المفخمه، فتقول لبعض، لبعض عدو، بعضكم، بعضكم، او دعم كتابنا خص ضغط قر، ما فيهاش العين ولا فيها الباء انما فيها الضاد، والضاد مكسوره فتبقى اقل درجات التفخيم، بعضكم لبعض ضيم عدو، ماشي كده. الصوت كان بيقطع كثيرا اثناء القراءه، فما ما قدرناش ناخد من الملاحظات غير اللي احنا ذكرناه دوت. فلو في زميل تاني عنده استعداد يتفضل يكتب رقم واحد ويديله المايك ويقرا. ربنا يبارك فيك، إن شاء الله بتتدارك الملاحظات دي مع تمرين اللسان على إيه؟ على قراءة القرآن وعلى أحرف القرآن الكريم، لأن في مفخم جنب مرقق وكده، فالاثنين ممكن ده يطغى على ده، خصوصا مرقمين أو مفخم واقع بين مرققين، ماشي؟ لا في برضه ملحوظة الوقف والابتداء. احنا قلنا أنواع الوقف، في وقف تام، وقف كافي، وقف حسن، وربنا عافينا وقف ايه قبيح يفسد المعنى وقد يخل بالمعنى. طبعا الوقف التام والوقف الكافي دي يكون المعنى قد تم، وربما يتعلق بما بعده لفظا، فيجوز الوقف والابتداء بايه فيما بعدها. في الوقف الحسن يكون المعنى لم يتم، وبالتالي إذا وقفت لضيق نفس زي ما بعمل لضيق نفس، ترجع تجيب من مكان يصلح الابتداء به بحيث يتم المعنى. حضرتك قرأت اللهم صل على سيدنا محمد، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فما ينفعش أقول أبدأ مثلا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأرجع أقول إني أعلم غيب السماوات والأرض، أو ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، البدايات دي مش ما تنفعش، لأن كأنك أنت اللي بتتكلم، لكن أنا أبدأ من مقول من أول قال، ما أقولش مقول القول، أقول قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ماشي؟ طيب بارك الله فيك، مين اللي عنده استعداد يقرأ؟ أنا عايزين نشارك كل الحضور من الرجال يشاركوا. طيب خلينا نتكلم على أحكام التجويد على ما واحد يفكر ويدينا رأيه. اللي عنده استعداد يكتب واحد، اللي عايز يشارك ويقرأ يكتب واحد، مش اختبار ولا حاجة لكن تصحيح، يعني إن كل واحد يصحح القراءة بتاعته. طيب خلينا نقول في الأحكام، وإذ قال جدر الشات بقى، اللي عايز يكتب على الشات يكتب، اتفضل. وإذ قال، قال حرف القاف ماذا نسميه؟ لا مش قلقل، القاف لو سكنت تبقى قلقلة، بس مش ساكنة. أيوة مفخم بالضبط، جزء 46 يبقى حرف تفخيم من حروف قص ضغط قر قافه، ماشي؟
وله صفة تاني. القاف لما جت بعدها الألف يبقى بتاخد إيه؟ أقوى درجات التفخيم أو أعلى درجات التفخيم. طيب القاف بتخرج منين؟ إحنا قلنا مخارج الحروف 7، 17 مخرج دول موزعين على 5 مخارج أساسية. طيب ماشي، من أقصى الحلق قبل مخرج الكاف. نعم، المخارج الخمسة الأساسية هي اللسان والجوف والحلق والخيشوم وإيه تاني؟ اللسان والحلق والجوف والخيشوم. مين ذكرنا بالمخرج الخامس؟ هو واحدة ما فيهاش مخرج، لكن اللسان مع الأضراس، اللسان مع الأضراس، حافة اللسان مع الأضراس بيخرج منه حروف. طيب اللسان لوحده بياخد 10 مخارج، اللسان لوحده بياخد 10 مخارج من طرفه ومن حوافه ومن أقصاه ومن أدناه ومن طرفه. طيب القاف بتخرج منين؟ القاف انت عايز عشان تعرف مخرج الحلق، عشان تعرف مخرج الحرف، ادخل عليه همز وسكنه، فحيثما تقف وهو ده المخرج بتاعه. يعني القاف عايز اعرف القاف، ادخل عليها همزة وسكنها، فاقول اق اق. ماشي. طيب خرجت منين دلوقتي؟ خرجت من أقصى اللسان مع الإيه؟ مع أقصى الحلق. أقصى اللسان مع إيه؟ مع أقصى الحلق. طب الكاف أك، أقصى ايوه الكاف ادنى الحلق، في اقصى الحلق وادنى الحلق، الاثنين واقعين ورا بعض، القاف والكاف. ماشي. طيب واذ قال ربك، الراء مفخمه ولا مرققه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الراء مفخمه لانها مفتوحه. طيب للملائكة، للملائكة ما نوع المد؟ للملائكة مد متصل، أيوة، لأن الهمز في كلمة وحرف المد في نفس الكلمة، الهمز وحرف المد في نفس الكلمة، يبقى مد متصل، ويمد 4 حركات أو 5 حركات، والحركة قبض الإصبع أو بسطه. للملائكة إني ما حكم النون المشددة؟ غنة بالضبط، بنسمي النون والميم المشددتين حروف غنة، وتغني يعني بمقدار حركتين. طيب والغنة بتخرج منين؟ مخرجها بتخرج من الخيشوم،
يعني لازم تخليها تخرج من الأنف، الأنف الخيشيم الخيشوم يعني. إني إني، وما ينفعش تقولها من الفم فقط، إني، لا لازم تقول إني، وتحس إن الغنة دي بتطلع من الإيه، من الأنف. جاعل في، جاعل في، تنوين وقع بعده الفاء، إذا ما الحكم؟ لا مش إدغام، إخفاء بالضبط كده. جاعل في الأرض، إحنا قلنا أحكام التنوين، النون الساكنة والتنوين 4 أحكام. الحكم الأول إظهار، الإظهار قبل حروف الحلق الستة اللي هي همز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وإدغام في 5 6 حروف يرملون، وإقلاب عند حرف الباء. لما خلصت ال3 أبع الإخفاء الإيه؟ بقية الحروف الهجاء اللي هي ال15 الباقيين، منهم الفاء. فأنت تعرفها إزاي؟ لا هي من الإظهار ولا هي من الإدغام ولا هي من الإقلاب، يبقى إيه؟ إخفاء. جاعلون في الأرض خليفة، في الأرض، ما حكم الراء الساكنة في كلمة الأرض؟ حكم الراء الساكنة في كلمة الأرض لما بتسكن ببص للإيه؟ للحرف اللي قبليها، مفخمة. أيوه، إذا كان اللي قبليها مفتوحة تبقى مفخمة، أو مضموم تبقى مفخمة، مكسور تبقى مرققة. خليفة. قالوا أتجعل فيها، قالوا أتجعل، ما نوع المد بين قالوا أتجعل؟ مد منفصل بالضبط، بالضبط، لأن المد في كلمة والهمز في الكلمة التي تليها، وحكمه 2 أو 4 أو 5، يعني قص أو تواصل إشباع. طيب أتجعل، أتجعل، ما حكم الجيم الساكنة؟ القلة بالضبط. فيها من يفسد، من يفسد، من يفسد. لو بصينا في المصحف، انتوا فاتحين المصحف ولا لا؟ الجماعة الزملاء فاتحين المصحف، لازم تبقى فاتح المصحف واحنا بندرس التجويد وبنقرأ. من يفسد. طيب نون وقع بعدها ياء، والياء من حروف الإدغام بإيه؟ بغنى ولا بدون، بغير غنى؟ غام بغنى بالضبط كده، غام بغنى حروف ينمو، وبغير غنى رلا. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب ويسفك الدماء ونحن نسبح، ما نوع المد في كلمة الدماء؟ مد متصل 4 أو 5 حركات. ونحن نسبح، ونحن نسبح، لا مفيش قلقلة خالص، نسبح الباء مشددة مكسورة، مفيش قلقلة، لكن هو في ملحوظة أنا أقول لكم عليها دلوقتي. إحنا لما خدنا في باب الإدغام قلنا إدغام مثلين، وإدغام متقاربين، وإدغام متجانسين، صح ولا لا؟ إدغام مثلين، وإدغام متقاربين، وإدغام متجانسين. المتماثلين اللي هم حرفين زي بعض، حرفين زي إيه؟ زي بعض. طيب والمتقاربين حرفان تقارب في المخرج وإيه؟ واختلف في الصفة، تقارب في المخرج واختلف في الايه، في الصفة. احنا قلنا فيه مخارج وصفات. طيب المتجانسين
اختلف في المخرج واتحد في الصفة. نقول تاني، المتماثلين حرفان متشابهان تماما، ميم وميم، نون ونون، قاف وقاف، كاف وكاف، دول متماثلين. المتقاربين تقارب في المخرج، ماشي، تقارب في المخرج واختلف في الصفة. طيب والمتجانسين اختلف في المخرج واتحد في الصفة، اتفق اختلف في المخرج. خلينا نقول المثال اللي احنا بنتكلم عليه بقى، اذا المتماثلين كان الاول ساكن والثاني متحرك هنقول ايه؟ متماثلين صغير، او ادغام مثلين صغير. وان يعني التحرك الاول هيبقى متماثلين كبير او مثلين كبير. فانا عندي هنا ونحن نسبح، ونحن ادي نون، نسبح نون ثاني، يبقى حرفين جم ورا بعض متماثلين تماما، النون والنون، ولكن هما متحركين، الأول متحرك طبعا الثاني لازم يكون متحرك، المتحرك اللي هو في أول الكلمة حرف متحرك، اللي في آخر نحلي حرفان مثلان، إدغام مثلين كبير. الكبير ده مش عندنا في حفص، الكبير ده مش عندنا في حفص، إنما إحنا خدناه للعلم بس. لكن اللي عندنا في حفص اللي هو الصغير، ان يكون الاول ساكن والثاني ايه؟ متحرك. زي ايه؟ حد يقدر يذكر لنا مثال لادغام مثلين صغير؟ حرفين زي بعض، عندنا هنا في الصفحة اللي احنا بنقرأ فيها، الصفحة اللي احنا بنقرأها دي في إدغام مثلين صغير، عايزين حد يطلعه لنا. لا، نحن نسبح مثلين كبير، وحفص ما بيضغموش. نحن نسبح ده مثلين كبير، وحفص لا يضغم هذا النون، ويظهر يقول نحن نسبح، ويظهر النونين، نحن نسبح. لكن في مثلين صغير عندنا هنا في الصفحة اللي احنا بنقرأ فيها الآية 33. طيب قال ألم أقل لكم، أقل لكم، اللام بتاع أقل واللام بتاع لكم، وهنعرفه ازاي ان ده مدغم؟ هتبص تلاقي اللام بتاع أقل معلهاش تشكيل خالص، ولكم مشددة، اللام بتاع لكم مشددة، وهنا حصل إدغام. ماشي كده؟ ألم أقل لكم، أدي لام ولام، اللام أقل اللام بتاعتها ساكنة، ولكم اللام متحركة، فحصل الإدغام. ماشي كده؟ طيب وأعلم ما تبدون، وأعلم ما، هذه ميم وميم بس الاثنين متحركين، يبقى كبير مش معايا دوت، فعشان كده ما بقولش واعلم ما تبدون، لا، في قارئ غيره بيقول كده، لكن حفص يقول واعلم ما تبدون. وضحت يا جماعه؟ طيب وعلم آدم الأسماء كلها، آدم، احنا فاتحين المصحف طبعا. طيب آدم، ما نوع المد في آدم وما حكمه؟ لا، ده نوع جديد اللي انت ذكرته ده يا استاذ زكريا، مد اصلي؟ لا، ما فيش مد اصلي، مد طبيعي، مد اصلي طبيعي. طيب ماشي ماشي،
مادة طبيعي، لكن هو نوع من انواع المادة الطبيعي، لكن ايه بيتفرع من المادة الطبيعي وبنسميه مادة ايه. واحنا قلنا الكلمة دي اصلها همزتين، اصلا اقدم اقدم وأأمن، فتبدل الهمزة الثانية ألف يعني من جنس حركة ما قبلها الهمزة، يبقى مد بدل بالضبط كده. آدم هي أصلا أقدم، وكلمة آمن أصلها أأمن، فأبدلت الإيه الهمزة الثانية ألف، وعشان كده سميناه مد بدل، سميناه مد بدل لأن حصل فيه إبدال، أو حصل إبدال إن الهمزة والمد استبدلوا مكان بعضيهم، فكانت اللي احنا عارفين ان المد يجي الاول زي الاسماء وبعدها الهمزه، اللي حصل ان الهمزه جت الاول وبعدها المد فسميناه مد بدل، فحكمه عند حفص الايه؟ انه مد طبيعي حركتان جائز يعني. ادم الادم الاسماء كلها ثم عرضهم، ثم ما حكم الميم من ما؟ حرف ايه؟ حرف غنة. طيب عايزين نقول بقى عرضهم، عند الراء والضاد مفخمة، فما تخليش الايه التفخيم يطغى على العين اللي في اول الكلمة فتقول عرضهم، لا هي مش عا، لا هي عا. طبعا في التفخيم بتضم الايه الفم وبتطلع من الحلق، من اقصى الحلق، فيها زي الفخامة كده، انما الرقيق بيطلع مع فتح الايه الفم، تبقى تقول عاء وليست عاء. عارضهم، عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. طيب عايزين كلمة أنبئوني، عايزين الحكم فيها، الحكم في كلمة أنبئوني. طبعا أنا لو جيت للنون أقول نون ساكنة، أيوة بالضبط بالضبط نعم، إخلاف، نون ساكنة بعدها باء، والباء من حروف الإخلاف، هو حرف واحد الإخلاف، أو الإخلاف حكم الإخلاف له حرف واحد وهو الباء. وإيه إخلاف؟ يعني أصبحت النون ما بتتنطقش وعليها ميم صغيرة في المصحف، فأنت بتقول أنبئوني، وبرضه لا تقولها نون ولا تقولها ميم، تقولها بين البنين، فيفضل الشفتين بينهم فرجة رقيقة خالص كده تعدي ورقة، لا تقول أنبئوني ولا تقول أنبئوني، لا بتقول أنبئوني أنبئوني. طيب لا مش إخفاء، مش إخفاء، هو إقلاب، زي ما الزملاء قالوا إقلاب. الإخفاء له 15 حرف، الباء من حروف الإقلاب، ماشي؟ طيب أنبئوني أنبئوني، ما نوع المد هنا؟ في مد اهو الهمزة بعدها واو، أنبئوني لسه قايلينه زي كلمة آدم بالظبط، أنبئوني زي آدم، مد بدل بالظبط كده، وحكمه طبيعي حركتين. طيب بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طيب هؤلاء إن كنتم، كلمة هؤلاء فيها كم مد؟ كلمة هؤلاء فيها مدان، المد الأول اللي بعد الهاء منفصل، لأن الهاء لوحديها ولاء لوحديه، الهاء دي كلمة، هاء التنبيه، هاء ولاء كلمة تانية اسم إشارة. طيب يبقى هاء ده مد منفصل. طيب ولاء مد إيه؟ متصل، يبقى فيها مدين، مد منفصل ومد متصل، فأنا ما مد ده أربعة وما مد ده أربعة زي بعضهم بساوي بينهم. طيب هؤلاء إن بين هؤلاء إن، آخر هؤلاء في همزة مكسورة، وإن بتبتدئ بهمزة مكسورة، يبقى ده بنسميه إيه؟ مثلين، مثلين إيه؟ أيوة يا جماعة،
نسميه مثلين ايه؟ كبير ولا صغير؟ مثلين كبير. احنا قلنا الصغير زي الم اقل لكم، الاول ساكن والثاني متحرك. الكبير الاثنين يكونوا متحركين، وادي الصوره دي مكسوره، يبقى ده اسمه مثلين كبير. مثلين كبير. طيب ان كنتم، النون بتاع ان ما عليهاش حاجه، النون بتاع كنتم ما عليهاش حاجه، معناه ايه؟ ان في حكم هنا ما بتنطقش النونات دي، الحكم اللي هنا عباره عن ايه؟ اخفاء بالضبط كده. ان كنتم يعني دي بعدها كاف ودي بعدها تاء، والكاف والتاء من حروف الايه؟ الاخفاء ال15. طيب صاد، حكم الصاد هنا ايه؟ صاد تفخيم من خصة أي خصة فخمة، وأعلى درجات التفخيم لأن بعدها ألف، قلنا التفخيم أعلى مفتوح، حاجة مفتوح وليس بعد ألف. ثالث حاجة المضموم، رابع حاجة الإيه؟ المكسور، والساكن يلحق بأي من أنواع الأربعة دول. طيب الصاد لها صفة بتميزها تاني، إيه الصفة اللي في الصاد تاني؟ أنا بقول صاد، بطبق بقي ساعة ما اجي انطقها بقول صاء، ايوه حرف صفير فيها صفة الصفير بالظبط، يعني صاء لازم يبقى فيها صفارة وانا بنطق صاء. حروف الصفير ثلاثة، الصاد والزاي والسين، الصاد والسين والزاي دول حروف صفير. في صفة تانية للصاد فهي الإطباق، بطبق بقي ساعة ما باجي اقولها فاسمها حرف إطباق. احنا في الآية اللي بنطلع فيها الأحكام 31، هننقل على الآية 32 بعد كده. طيب صادقين، القاف دي من حروف الايه؟ التفخيم، ولكن أقل درجات التفخيم فتتنطق قيم، صادقين. طيب صادقين، صادقين ده مد طبيعي اللي في الأول بعد الصاد. طيب المد اللي في الآخر لما بقف كده على آخر الآية اسمه مد ايه؟ صادقين. ما نوع المد؟ صادقين طبيعي وله طبيعي وله لين. لا لين قلنا زي بي او شيء، والطبيعي زي صادق صاد قال، ده كله طبيعي، لكن ده او بنقف عليه بالسكون اهو، هو اصلا مفتوحه. صادقين قالوا سبحان، ومش عوض، العوض ده عوض عن التنوين، لكن ده اسمه مد عارض للسكون اهو، اصلا النون دي مفتوحه طبيعي سكنها عشان انا وقفت عليها، وخلاها لما بقت عارض للسكون ياخد ايه؟ حركتين واربعه وسته، حركتين واربعة وستة. ينفع تقول صادقين، ينفع تقول صادقين، ينفع تقول صادقين، ماشي؟ طيب قالوا سبحانك، سبح ما الحكم في الباء الساكنة؟ قلقلة. نعم. لا علم لنا إلا ما علمناك الحكيم. طيب عايزين حد يطلع لنا في الآيات اللي جاية حكم إظهار، عايزين حكم إظهار. بصوا في المصحف كده،
أنت لوحدها إخفاء، أنت إخفاء. لكن لو قلنا الإظهار ممكن نقول اسكن أنت، يا وقلنا يا آدم اسكن أنت، اسكن أنت، نون ساكنة أتى بعدها الهمز، والهمز من حروف الإظهار، حروف الحلق، اسكن أنت. طيب غيره، وكلا، وكلا منها، منها النون اهي بتاع منها، الآية 35 بعدها هاء، والهاء برضه من حروف الحلق إظهار. طيب بعديها تاني رغدا حيث، شوف الدال عليها التنوين، الفتحتين راكبين على بعض، مقاس بعضه تماما، رغدا حيث. طيب عايزين حكم قلقلة، سبحانك إبليس بالضبط كده، أيوة، ولا تقرب، ولا تقع بالضبط، ولا تقرب، وكلمة إبليس، نعم. طيب عايزين إدغام بغنة، إدغام بغنة، لا من ربي بغير غنة، إنك ده غنة فقط مفيش إدغام، من ربه إدغام بغير غنة، أي بالضبط كده، مستقر ومتاع، مستقر ومتاع، نعم. طب عايزين صلة صغرى، عايزين صلة صغرى، وأقرب لكم الموضوع، روح عند آخر سطر، آخر سطر في صفحة 6 وهتلاقوا الصلة الصغرى، الصلة الصغرى هتلاقوها في آخر سطر. نذكر بالصلة تاني، يعني الصلة هتلاقيها، الصلة هتلاقيها، أيوة بالظبط كده، يا ياء صغيرة على السطر، يا واو صغيرة تحت جنب الحرف، هذه الصلة، يا ياء صغيرة اللي هي الياء المعكوسة دي، أو الواو الصغيرة اللي جنب الحرف، وهتلاقيها بعد الهاء، بعد الهاء اسمها صلة صغرى، ويبقى حكمها المد الطبيعي، من ربه كلمات، من ربه كلمات. طيب وإنه هو، إنه هو، طيب الأستاذ بيقول لي اشرح الصلة الصغرى، أفضل يا إما اللي قبلها مكسور يا إما اللي قبلها مضموم، ماشي كده، وفي الحالة دي بتصل، واللي بعدها يكون متحرك زي الكاف بتاع كلمات، والهاء هو، يبقى اللي قبلها متحرك واللي بعدها متحرك، كويس كده، ده الشرط، هاء ضمير اللي قبلها متحرك واللي بعدها متحرك، وغير همز، إذا كان غير همز يبقى صلة صغرى، إذا كان اللي بعدها همز هيبقى صلة كبرى، وساعتها تمد 4 حركات زي المد المنفصل، تاخد حكم المد الإيه؟ المنفصل. الصفحة اللي احنا فيها ما فيهاش الايه؟ ما فيهاش صلة كبرى، كلها هي الصلة الصغرى وردت في الايه؟ في الكلمتين دول. الشرط عشان تصلها الصلة ديت يبقى قبلها متحرك وبعدها ايه؟ متحرك. ماشي؟ طيب احنا لسه ما استمعناش لقراءة غير الأستاذ حسام بس، مفيش حد تاني عايز يقرأ، معرفش ليه الزملاء متخوفين من القراءة.
يعني مش اختبار، احنا عايزين نصحح القراءة، عايزين نشوف اللي احنا بندرسه. اتفضل اقرأ، ثواني يكون عندك المايك، اتفضل. ايوه اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اتفضل. أمن وأنت إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم أسماء فعرض عليها فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فهو التواب الرحيم. جزاك الله خيرا، احسنت بارك الله فيك يا استاذ محمد. استاذ حسام الصوت كان واضح وشديد كمان، كان شديد قوي. بسم الله ما شاء الله بارك ما شاء الله. وبتقلد الشيخ الحصري، تحاكي الشيخ الحصري رحمه الله. طيب طيب احنا بالنسبة لنا هنبدأ الحلقة القادمة بإذن الله
موعدنا يوم السبت، يعني مواعيدنا السبت والأربعاء، المواعيد الثابتة السبت والأربعاء الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. والمرة القادمة نقرأ الوجه السابع. الواجب كل واحد يقرأ الوجه ده ويسمعه من الشيخ الحصري، كل الحضور يقرأ الوجه ويسمعوه من الشيخ الحصري ويقرأوه 3 مرات. دي حاجة. الحاجة الثانية نبدأ في كراسة ونكتب الأحكام الخاصة بالنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والمفخم والمرقق والإيه والمدود. يعني تقرأ الوجه 3 مرات، مرة في الأول لوحدك، وتسمع الشيخ، وبعدين تقرأه وتشوف الأخطاء اللي أخطأتها، وتقرأه المرة الثالثة بحيث ما يكونش في أخطاء. بعد كده في كراسة تكتب الإيه الأحكام الخاصة بالتجويد. إن شاء الله الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة يوم السبت القادم بإذن الله. يبقى هندرس الوجه رقم 7 بالكامل من آية 39 إلى آية 48. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بما قرأنا وما سمعنا، اللهم آمين. نسأل الله أن يفرقنا وقد غفر لنا الذنوب، وأن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته. وإلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.